ثلاث حكات مهمتهم صعبة، ثلاث منتجين مهمتهم أصعب، تحدي كبير. رح يقلب المقاييس ويغير المعادلة الفنية النجومية بأسلوب مختلف. الشهرة بمعايير جديدة. تحدي بين لجنة حكم وثلاث منتجين. هل ممكن صناعة نجوم بسرعة قصوى بشخصيات غير كاملة المواهب؟ الجواب ستار ونص. الإعلامية السعودية أميرة الفضل، صاحبة الخبرة التلفزيونية والإذاعية الكبيرة، تستوقفها الكلمة الجيدة وإلى مع الشعر مودة خاصة. رح نتحداهم. أميرة الفضل رح تصعب المهمة. لا ما أقدر أنا أسمع كاظم وأسمعك أنت تغني هذه الأغنية، صعبة ما أقدر أتحمل. التلحين، الغناء والتمثيل من ركائز نجومية الفنان المصري عصام كاريكا. أنا بالطول والعرض عايشها واتكني ما في شخص. بأسلوبه المرح عصام كاريكا رح يقوي التحدي. واحد من أبرز النجوم الشباب بالوطن العربي بالغناء والتمثيل، المطرب المصري خالد سليم. رح يخلي التوتر يزيد والمنافسة تكبر. بالحلقة الماضية تكلفت ما جابتنيش. لا جميل، انا بحبك حبيبي قرب وبصي وبصي بص زلن ازعل ازعل نصي نص لحسن حبايب ابايب اهوي نص كل القصايد من حلا عينيكي من دفا ايديكي تبتنو انتن. الله بيضا ولك دار يشوب صفا وهك الياسمين نقوة وعبير. هاي كاميرا، على فكرة أنا بحبك كتير، أنك أنت بعدين رح تصوريني بإذنه تعالى. كمان إيجاد المشترك الأفضل ليصعب مهمة المنتجين ما بيغيب عن بال اللجنة اللي بتوضع معايير وشروط صارمة لكل مشترك بيتقدم على ستار ونص. فهل رح تصح نظريتهم ويقدروا يكونوا هني قد التحدي؟ لازم ننطر ونشوف قسم جديد من المشتركين ومواهبهم المنوعة. اليوم كمان رح نشوف مجموعة من المتسابقين، بس يمكن الناس صار عندها شوية خربطة يعني وإيش بسموه، يعني ما هي عارفة. إحنا بنختار الناس اللي عندها أصوات، بنختار الناس اللي ما عندها شيء بالمرة، لأن خاصة الحلقات اللي راحت اخترنا ناس عندها شوية موهبة وناس يعني ما عندها شيء ولا بالمرة. وكان في ناس اخترناها عندها أصوات حلو. بالضبط، وفي ناس أصوات حلوة وفي ناس لكن أعتقد إنه الناس محتاجين شوية توضيح. راح يكتشفوا هذا الموضوع، يعني قواعد البرنامج راح يكتشفوها في الحلقات الجاية، راح يعرفوا إحنا ليش اخترنا مين الآخرين اللي راح نكون معاهم، راح نتحداهم ويتحدونا، راح نكون يعني إحنا وياهم على حد صناعة النجم. في ناس كتير زعلوا منا. خاصة إنه في أصوات رائعة. بس إحنا أميرة أما بنقولهم أنت صوتك بجد هايل.
يبقى دي شهاده كويسه وان هو بجد صوته عالي بس مش هو ده بتاعنا. طب يلا. نرجع لصلب الموضوع. يلا ندخل المتسابقين ونشوف مين هيكون معنا النهارده. بعتقد اني مشروع نجم لانه عندي شويه مؤهلات بالنسبه للصوت وللنضوج. انا وفايد بالكوريدور عم حس بروده يعني كهرباء عم تسقط من عيوني. كيف في كان في خوف وانا بالعاده بخاف من الشيء مجهول لانه هون ساعتها حسيت انه انا هلا خلص طب بدي هلا فوت على الامتحان. 127 سنه 127 سنه 127 سنه بدايه كنت عم حس بشويه ضغط اعصاب وكذا بس بعدين نسيت لاني كنت عم غني كل الوقت كنت عم غني. لما بسمع صوتك بنسى كل اللي بدي اقوله بدي قلك علي بقلبي ويقولوا شو ما يقولوا. جمالك شتت أفكاري وسلب لي عقلي مني ليلي عم بيصير نهاري وهذا يلي محيرني يعني ما هي الغنية ما فيها لأنه لا فيها. وإليك نشرة الأخبار بلشت أول بالغنية بدي بلش أنه حسيت في شيء ما عجب للمذيعة أميرة فحاولت أني أعيد يعني أعيد شعوري بالقوة من أول جديد. غنيت تاني غنية كمان نفس الشيء بس اللي خلاني هيك أخذ رياحتي أكتر إنه كان في الشباب باللجنة كانوا كتير مريحيني كانوا على طول عم يقولوا لي كتير حلو. هلا بالنسبة للصوت أنا عندي واسع من الشيء بس كشكل بيتزبط. يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسر لي العالم معنى الحب. ايوه حسن حبيبي الله احسن شو جاب لجاب. هلا انا جاي على اساس انه عندي امل كبير انه انجح بالبرنامج بتمنى انجح. عندي شيء حابب اعطيه اكثر يعني ما في شيء بيجي بالسهل طبعا لانه بدي اتدرب بدي اعطي مجهود كبير كثير بدي اتعذب كثير بدي نافس عالم مع مشتركين كثير اصواتهم حلوه وبحس انه يعني انا معتمد من حالي وعلى حالي انه لحتى اعطي طاقه اكبر من طاقتي لحتى انجح حابب كفي معكم.